وكل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء. وبما انها اخر حلقات الاسبوع فالحقيقه ربنا ادانا هديه، موضوع بيبان دمه خفيف وشكله مقبول لانه جاي من ملف الرياضه، لكن في حقيقه الامر ما بين سطوره يعني اشارات كتيره جدا بتخلينا ناخد بالنا من تفاصيل اللي هي احيانا لما بتتقال بشكل مباشر بنرفضها او بنتوقع ان دي نوع من المبالغه، واحيانا المتربصين بيسموها مؤامره. يعني الموضوع ببساطة بيتكلم على صفقة نيمار. نيمار لعيب الكرة اللي مصر والعالم كله بيتكلم عليها، لكن نيمار في بين السطور أكيد مذاق مختلف بتفاصيل أكتر، وده اللي يهمنا لأن هي هنا العلامات. والعلامات بالمناسبة مش معناها الأمارات وفقط بالمعنى الديني، العلامات ده علم ومنهج بيدرس في حاجة كده، هقولها لكم بس عشان تبقوا مصدقين، هي حاجة تبان كده دمها تقيل، في علم كده اسمه علم السيميوطيقة، حاجة كبيرة كده، بس العلم ده قائم على إيه؟ على إن إحنا نراقب العلامات، الأمارات، ومنها نقدر نحلل ونفك ونقرأ شفرة ونفهم تفاصيل كتير. طيب، خلونا نبدأ على طول، تفتكروا إمارة قطر الصغيرة دي ايه الأسلحة اللي بتملكها؟ بتشتغل على الدنيا منين؟ عندها سلاحين مالهمش تالت. السلاح الأول الإرهاب، والإرهاب ده عقيدة وفكر وطريقة، بدليل مكتب طالبان اللي موجود في الدوحة، بدليل كل العناصر الإرهابية اللي سلطات الدولة ووزيرنا ومشاورنا مع حضراتكم على وزير داخليتهم وعلى وزير خارجيتهم وعلى الجميع، ازاي كله بيشتغل على ده؟ وبالتالي الإرهاب ده جزء أساسي من أدوات إمارة قطر. بس الإرهاب قطر لأنها بتلعبه بالوكالة، لأن العقل خارج الدوحة اللي بيخطط، وبالتالي فالإرهاب هنا يضرب مصر، يضرب السعودية، وبيتنطط في الحتة المسموح بيها، يروح أفغانستان ممكن يتم استغلاله في حتة زي جزئية في باكستان وهكذا. السلاح الثاني والأداة الثانية هي أداة المال، والمال هنا أحيانا يقال عليه المال السياسي، وأحيانا يقال عليه اللاندري ماني أي غسيل الأموال، وأحيانا يقال عليه الديرتي ماني يعني المال الملوث أو المال القذر. السلاحين دول مدوا حدود إمارة قطر بره حيزها الجغرافي، وبسلاح المال قطر موجودة من أقصى الكرة الأرضية لأقصاها، افريقيا، اوروبا، الصين، سنغافوره، لحد اي مكان ممكن تتخيلوه بالصندوق التمويل القطري والصندوق السيادي القطري، قطر موجوده. يعني اماره قطر اتحولت للكلمه اللي احنا عرفناها في السنه اللي فاتت دي كلها اللي اسمها جزر العذراء، يعني الاماكن بتاع المال، المال كده على طول، غسيل بقى، مال ملوث، مال سلاح، كله شغال. علشان الحكاية دي حكاية المال الملوث والمال القذر، على طول عينينا وهي مغمضة تروح على تنظيم الإخوان، التنظيم الدولي. في علاقة قوية ما بين تشكيل هذا التنظيم بطريقة الفكر والأيديولوجيا وطريقة استثماره لصالح من صنعوه ووظفوه في فكرة المال، نقل المال، تحريك المال، توظيف المال، كل حاجة. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي لما نجيب سيرة الفلوس، سيرة الأموال اللي خارج إطار القانون، لازم نعرف إن ده يكون محكوم بذهنية وعقلية الإخوان، والأداء هنا هي هذه الإمارة في منطقتنا. طيب، لازم ناخد بالنا إنه علشان نقول الكلام ده ما ينفعش نطلقه على عناته كده، يعني نقوله خلاص على قولة الشوام، يعني مش مجرد ثرثرة، مش طق حنك، هو يعني ده كلام بجد وكلام تقيل. وعلشان ده كلام تقيل تعالوا بسرعة كده نبص مع بعض. هو إبراهيم منير ملك اقتصاديات الإخوان اللي عايش في سويسرا في جزيرة في قصر، بيتحكم مباشرة في بريطانيا بشكل يسير جدا ورايق جدا. هل ده معناه عندي دليل عليه؟ أيوة، بريطانيا
لما تم الضغط عليها من قبل قوى خليجية وقوى دولية لتسمية جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وعدت في أزمنة ما قبل تريزا ماي إن هي بتدرس أحوال التنظيم الدولي علشان تقدر توصفه، لأن هي دولة الديمقراطية والقانون. وبمجرد بريطانيا ما ألمحت لدراسة أوضاع التنظيم، ظهر إبراهيم منير على طول وقال بشكل مباشر إن بريطانيا هتعاني من الإرهاب. قال كده بشكل مباشر، شريطة إنه ما يبقاش فيه كلام كتير عن مصادر التمويل والفلوس. الله، مش رئيس وزراء بريطانيا برضو اللي كان اسمه وارد ضمن الأموال اللي موجودة في جزر العذراء هو وأسرته وعائلته؟ ده معناه على طول مباشرة إن لازم عينينا تبقى على تحريك المال، خاصة لما الصفقات تكون كبيرة قوي، لأن ده يخض، مش بمعناه الرياضي والكورة والساحرة المستديرة، لا، دي كلها أدوات الإشغال. في لحظة لازم الدنيا كلها تجري ورا الكورة يمين وشمال، وفي وقت تاني لازم الناس تتوارى علشان يلعبوا كرة المضرب، لأن دي بتكون أوقات الأغنياء. يعني تهديد إبراهيم منير القيادي الإخواني تهديد واضح وعلني، وبناء عليه تم سحب عملية تسمية الإخوان تنظيم إرهابي. طيب، علشان الحكاية دي كمان تكمل معانا، إن دور إمارة قطر بأسلحتها ما بين الإرهاب وما بين المال بكل التسميات اللي قلناها، خلونا نشوف التعامل القطري الإخواني في أوروبا. وعنينا بسرعة هتروح لنادي برشلونة الأسباني. برشلونة ده أفضل فرق العالم والدنيا كلها بتقعد تبص عليه، وبالتالي ما كانتش صدفة أبدا إنه يتحرك هذا النادي للتعريف بإمارة قطر بوصفها الدولة الجلوبالايزيشن، هي جزء من ظاهرة العولمة. قطر دي عولموها لأنها بمنطق علم الجغرافيا هي نقطة، وبمنطق مفهوم الدول ينقصها عدد السكان وهكذا، فكان لازم يتم شراء حيز كبير جدا له. الحيز ده كان الفانيلا بتاعت برشلونة. فانيلة برشلونة لو نفتكر مع بعض كان مكتوب عليها قطر، قطر، وتحتيها بخط رفيع مكتوب ان دي الخطوط الجوية القطرية. قطر قررت كخطوط جوية، وطبعا خطوط جوية دي لا تعنينا، دي كانت مكتوبة بخط صغير، ان هي ترعى فريق البارسا من 2013. والحقيقة انه فجأة برشلونة قرر انهاء التعاقد نهاية يونيو الماضي، و اتنقل التعاقد من برشلونة بدل مع قطر إلى شركة راكوتين اليابانية علشان تكون الراعي الرسمي لبرشلونة لمدة 4 مواسم. شايفين الصورة اللي قدامكم دي مكتوب عليها قطر إزاي؟ مين فيكو فكر في وقت من الأوقات يقرأ السطر الرفيع اللي تحتيها الإيرويز دي؟ لكن كان المقصود تمديد حدود هذه الإمارة بمفهوم المال، المال الملوث، المال القذر، المال بكل سماته المغسول، أي المال خارج إطار القانون. وبرشلونة بررت فسخ العقد مع قطر ومنحه للشركة اليابانية لمدة 4 مواسم على خلفية سمعة قطر السيئة في حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. ده معناه ببساطة كده على طول إن المشهد اتفتح بشكل مختلف. الرد الفعل لازم كان يجي من أدوات الإرهاب. إحنا ما قلناهاش صدفة إن السلاح الأول لهذه الإمارة هو الإرهاب، والإرهاب فيه ملمحين، ملمح العنف وملمح المال الملوث. علشان كده القرار القطري كان بعقاب برشلونة، وده كان لازم يعني يتم معاقبة هذا النادي الأوروبي اللي تجرأ ووقف قدام تمدد النفوذ القطري. والعقاب كان بشكل مباشر باستخدام سلاح المال. برشلونة كان بيجهز اللاعب البرازيلي نيمار علشان يكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان أكبر عقاب هو الحصول على
يعني هذا الشاب البرازيلي وحرمان برشلونة منه، وطبعا علشان الذراع الرياضي الآخر اللي تقدر تلعب بيه هو باريس الفرنسي. اللي لازم هنا برضو نقف ونفتكر ان قطر اشترت جهاز قطر للاستثمار التابع للعيلة المالكة القطرية، اشتراه قبل تقريبا 5 سنين في صفقة كتير من الكلام السيء قيل وقتها على هذه الصفقة، سواء كانت الفلوس بتاعة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ما بين غسيل الأموال أو التحضير المغطى لشراء تنظيم كأس العالم، ودي صفقة كبيرة جدا. لكن هل نيمار دا سيلفا اللي كان متعاقد مع برشلونة لحد 2021 وكان عليه شرط جزائي خيالي 222 مليون دولار وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أي نادي أوروبي هو اللي هيستطيع دفع هذا المبلغ؟ يعني مفيش غير 2 من النوادي الكبار، إما ريال مدريد أو مانشستر يونايتد. لكن الحقيقة إن المشهد ده ما ينفعش كان يعدي بهذا الشكل، علشان كده فورا قطر قررت إن هي تمول عن طريق فكرة تبييض المال. نادي باريس سان جيرمان ما يقدرش يضحي بالشكل المباشر بأنه يقبل هذا المال القطري يدخل عنده، لأن قيمة النادي لا تساوي هذه القيمة، فكان البديل هو اللاعب نفسه. هل اللاعب مقبل على صفقة حقيقية أم المسألة مسألة مختلفة تماما؟ تعالوا نشوف المسألة ممكن تودينا لفين ببعض التفاصيل مع أهل الاختصاص. خلوني أروح كده سريعا بالصوت والصورة للسيد معتز الشامي الكاتب الصحفي في جريدة الاتحاد الإماراتية من دبي. أستاذ معتز، يعني بعد مساء الخير، خليني أسألك بشكل مباشر، صفقة نيمار دا سيلفا صفقة ملوثة سياسيا؟ هل بالفعل يعني ما فيش مبالغة ان احنا نقول ان اسلحة هذه الامارة ما بين سلطة المال وسلطة الارهاب اشتغلوا الاثنين في هذه الصفقة؟ بمسي على حضرتك استاذ اماني، وشكرا على الاستضافة. واكيد يعني الملف اللي حضرتك بتفتحيه اليوم هو احد الملفات الشائكة مش بس في وطننا العربي، ولكن خليني اقول لك على مستوى العالم جميع وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن ليست صفقة ملوثة ولكن صفقة مشبوهة. لو هنقول واشنطن بوست مؤخرا طلعت تقرير بتتحدث فيه عن الإمارة بين قوسين المتناهية الصغر التي تنثر المال في الهواء من أجل البحث عن موقع قدم في الصحافة العالمية والبحث عن موقع قدم في التأثير على الرأي العام العالمي. قطر محصورة الآن بعد المقاطعة العربية المشرفة لدولنا العربية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اللي هي وضعت النظام القطري والكيان القطري في حجمه الطبيعي وأظهرت الوجه القبيح لدعمه للإرهاب ودعمه للتنظيمات الإرهابية زي الإخوان وداعش وغيرها واستضافة مكتب طالبان وغيرها من الأمور. ولكن ما حدث أن ربط صفقة نيمار بما يحدث سياسيا داخل الدوحة هو ده اللي المفروض الناس تنتبه له، وأنا بشكرك أنك أنت ربطت ده، لأن مش كل الناس بتحاول تبحث عن روابط الأمور أو ما وراء الخبر نفسه أو لماذا تحركت قطر في هذا التوقيت ودفعت كل هذه المبالغ لشراء لاعب زي نيمار وإنفاق المليارات من أجل كرة القدم. قطر عملت ده لأن لو ربطنا قبل أيام قليلة أعلن البنك المركزي القطري عن تراجع الاحتياطي 30%، وتحدثت وسائل الإعلام وتقارير عن ضعف الاحتياطي القطري وأن في مشكلة في السيولة، وبالتالي كانت هذه محاولة لإظهار أمام العالم خلينا نقول مساحيق تجميل عن النظام القطري، أن لا، أن هو لازال موجود وقادر على التحرك، فهو بناء عليه عمل صفقة شغلت الرأي العام العالمي، وعلشان يثبت أنه متمدد داخل أوروبا وأن هو يستطيع أن يتعاقد مع لعيبة. قبل صفقة نيمار بأيام قليلة تم استدعاء إلى الدوحة عدد من اللاعبين زي بيكي وزي جوردي ألبا وزي بوسكيتس، ويعني مجرد زيارة علشان يوقعوا على تيشيرتات اللي هي تحت مسمى تميم المجد. ايضا هنربط ده مع لماذا فرنسا، يعني برضو الناس لازم تسأل نفسها، اللي عايز يستثمر في أندية وفي دوريات يكسب ويربح ويضاعف استثماراته، ده بيحصل في انجلترا، نمرة 2 اسبانيا،
ثم يجي بعدها إيطاليا وألمانيا. هو ده الاستثمار السليم في عالم كرة القدم، الاستثمار النظيف خلينا نقول. تمام. ولكن الاستثمار المشبوه يتوجه للباب الخلفي دائما. فكانت صفقة باريس سان جيرمان مع قطر كأول خلينا نقول هدية لفرنسا بعد الموقف التاريخي لساركوزي مع فرنسا للضغط على المصوتين لمنح قطر مونديال 2022. يعني هي كلها مترابطة ببعضها، والفساد داخل في المونديال، ومن المونديال للنادي، ومن النادي يعود مرة أخرى إلى قطر. بالضبط، ملفات تفتح معا. هنا هيبقى السؤال المهم، ليه نادي كبير زي باريس سان جيرمان ما يبقاش متوتر من فكرة انه هيتفتح الملف؟ هيتفتح يعني ساركوزي بره السلطة، ولكن فتح ملف دوره في صفقة ارساء المونديال على قطر 2022. وايضا الحديث الان وفقا لوكالة رويترز ان النادي الفرنسي حتى لو كان مملوك لقطر بنسبة كبيرة، ده معناه انه هيخسر النادي حتى لو الصفقة راحت باسم اللاعب. وهنا هيبقى فرنسا بتلعب اي دور، وايه الحدود اللي مسموح بيها في لعبة تبييض الاموال سواء باسم قطر او باسم التنظيم الدولي تحت اي مسمى؟ هي قطر لا يهمها ان يفتح تحقيق، لان كفايه ان في تحقيق مفتوح عن طبعا شراء قطر للمونديال بقاله 3 سنين، وحتى هذه اللحظه لم نرى اي تاثير. موقف الفيفا اللي هو غريب بالنسبه لي، ان بعد رحيل بلاتر واعلان جاني انفانتينو ان هو سياتي من اجل تنظيف ما تركه بلاتر من فساد، ما لقيتش ده موجود. ما توقعت ان هيحصل تحقيق او تحرك من الفيفا بعد اتهام قطر بدعم الارهاب صراحه من ترامب ومن الدولنا العربيه دول المقاطعه، ايضا لقيت الفيفا. وحتى هذه اللحظه استاذ اماني الفيفا ينتظر ان يتم حل هذا الامر بين الدول العربيه، وخلينا نقول وهذا الموقف المشتعل يهدأ. ولكن التعنت القطري والصمود العربي امامه اتوقع ان ده هيفسد هذه المحاوله، وبالتالي استمرار او الذهاب بقطر الى ضروره سحب مونديال 2022 سيكون امر لا مفر منه. هنيجي ناحيه باريس سان جيرمان، لو نرجعك بالتاريخ شويه عند شراء نادي باريس سان جيرمان من جانب قطر، كانت ميزانيه هذا النادي 9 مليون دولار فيما يتعلق بالصفقات قبل سنه 2010 2011. في الموسم الاول لنصر الخليفي رئيسا لهذا النادي قفز حجم الصفقات من 9 مليون دولار الى 107 مليون يورو الى 107 مليون يورو، وحجم البيع للاعبين وصل 9 مليون. ثم ارتفع المبلغ في الموسم الذي تلاه الى 150 مليون يورو صفقات. كل دي ارقام تدخل للمره الاولى للانديه الفرنسيه اللي هي فقيره من حيث جذب الاستثمار، لان الدوري الفرنسي هو مصنف خامس او سادس على مستوى اوروبا، ما حدش بيضخ فيه اموال كتيره، لان السوق او الافريج بتاع سوق الانتقالات اللاعبين هو ده بيجيب اللعيب المتوسط وليس اللعيب السوبر. لما دخلت قطر كان خلينا نقول باي باك للنظام الفرنسي ان هو دعمها في ملف 2022، وايضا بالظبط خلينا نقول دفع فاتوره لبلاتيني اللي حصل على ملايين الملايين علشان ان هو يقنع الاصوات اللي هي بتتاثر بضروره التصويت لقطر ويمشي وفق وجهه النظر السياسيه الفرنسيه في هذا الوقت. حاليا ميزانيه النادي وفق نظام اللعب المالي النظيف الذي يطبق في اوروبا للموسم الحالي فقط ولسه ما انتهاش اللي هو على مشارف البدايه او اللي بدا اوريدي 238 مليون. يعني المفروض النادي يقدم للاتحاد الاوروبي ما يثبت ان لديه دخل يغطي على الاقل 200 مليون، وطبعا استحاله باريس سان جيرمان يجد هذا الدخل، فبالتالي هيبحثوا عن مصادر تمويل وهميه عن طريق متبرعين او عن طريق شركات وهميه مملوكه لجهاز قطر للاستثمار. هذا الجهاز الذي يدفع من تحت الطاولة العدد من الصفقات تحت مسمى وهمي، العدد من الشركات الوهمية، زي بالظبط بي ان سبورت لما أيضا خلال دفع فاتورة للنظام الفرنسي أطلقت مباشرة بي ان سبورت بالفرنسيه لبث الدوري الفرنسي وبث الدوريات الاخرى باللغه الفرنسيه، رغبه منها انها تعمل كيان فرنسي وجو فرنسي ومخاطبه الجمهور الفرانكو اربس وغيرهم من عشاق اللغه الفرنسيه. كل دي تخطيط شغال على مدى 4 أو 5 سنين لاستغلال الاداه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الاعلاميه الرياضيه للتاثير على سواء وطننا العربي او حتى اوروبيا باطلاق القنوات وانفاق في الصفقات. وكل هذه المليارات التي تضخ، الناس كلها بص على
صفقة نيمار، ولكن قبل صفقة نيمار يضخ بالمليارات على مدار 3 أو 4 سنوات الأخيرة حتى يتم تلميع اسم قطر. وشفنا اسم قطر فاونديشن، اللي محدش هيبص على فاونديشن، كله هيبص على اسم قطر الكبير أو قطر إيرويز بعدها. نفس قطر إيرويز اللي وقعت مع الفيفا قبل أسابيع قليلة لو نتذكر بعقد رعاية الفيفا بما يتخطى 2 مليار دولار. طيب. وده مبلغ كبير جدا، وبناء عليه الفيفا واقف في موقف الصامت والمتابع والمتفرج. طيب أستاذ معتز، هنا ويعني ده سؤال سياسي شوية، احنا قدام ظاهرتين، ظاهرة استثمار تسويقية ببلاش موجودة لصالح الدولة الفرنسية فقررت تلعبها بمفهوم القمار للآخر، يعني هي هتستثمر لآخر كارت فكرة التسويق للنوادي والرياضة الفرنسية من المال القطري بكل حاجة تقدر عليها. وعلى المستوى الآخر احنا قدام فكرة انه يعني هذا المال القطري اللي هو بشكل او باخر ملوث وواجهة او مدعوم في الخلف من بعض يعني نقاط قوية، بيحط قدامه استهداف اهم نادي في اوروبا او واحد من اهم نوادي اوروبا زي برشلونة، فكرة عقاب برشلونة. المسألة مش هتعدي برضو بالسهل. اكيد هو الهدف من عقاب برشلونة هو انه اول نادي، وده موقف مشرف لنادي برشلونة يعني ويتفخر بيه جماهيره، انه هو كان اول نادي يعني ينزع اسم قطر من على قميصه او ينزع اي وجود لقطر من النادي نتيجة اتهام قطر بدعم الارهاب وتمويلها الارهاب واتضاح يعني خلينا نقول قبح التحركات والتوجهات السياسية القطرية ومسؤوليتها عن الدم الذي أريق خلال السنوات الأخيرة وفيما يسمى بالربيع العربي، وإن كان هو ربيع عبري في المقام الأول. ولكن أستاذ أماني، يعني ما هو مطلوب الآن من برشلونة؟ برشلونة ما فيش في إيده شيء، لأن القوانين، خلينا أقول لك إن الموضوع أشبه بعصابة وشغل مافيا، شغل عصابات منظمة وشغل مافيا شديدة الذكاء وعالية الترتيب وبتتحرك بشكل قانوني، طالما ورقها سليم محدش يقدر يقول حاجة. الشيك اوريدي دخل خزينة برشلونة، والفيفا سيصدر بطاقة انتقال للاعب علشان يلعب، لان رسميا هو الموقف سليم. ولكن على ان خلينا نقول شركة قطر الاستثمار او النظام القطري من خلفها او نادي باريس سان جيرمان في وضعه الجديد ان يعي تماما، ويمكن حتى حضرتك وضعت صورة للشيك اللي تم تسريبها مؤخرا من بنك قطر القومي، الشيك اللي حصل عليه عن طريق بنك قطر بالظبط، بنك قطر الوطني، عن طريق بنك قطر الوطني بالظبط، عن طريق بنك قطر الوطني. فالموضوع يعني هو المفروض المشكله، لان انا تحدثت مع بعض المحامين الاوروبيين، يعني تربطني علاقه صداقه وعلاقه مهنيه بعدد من المسؤولين في الفيفا وعدد من المتخصصين في الاعلام، عفوا في القانون الرياضي، احد المتخصصين في القوانين الرياضيه في اوروبا حدثني عن ان في جانب اخر للصفقه الناس كلها مش منتبهة ليه، ألا وهي المبالغ اللي دفعتها قطر من تحت الطاولة لأماكن أخرى ذات علاقة بالصفقة، زي نيمار يمتلك منظمة لدعم ورعاية الأطفال للفقراء في البرازيل، هذه المنظمة تبرع واحد مجهول قبل إتمام صفقة انتقاله لقطر بحوالي 3 أسابيع فقط، من أسبوعين لثلاث أسابيع، تبرع ليه ب 150 مليون يورو. يعني تخيلي المبلغ وتخيلي الصفقة جاية إزاي. وكيل اسرائيلي في الصفقه دفعت لي قطر 18 مليون يورو علشان هيكون وسيط لتسهيل انتقال نيمار. الهدف من الصفقه بالظبط، لا اكيد طبعا العلاقات ما بين الدوحه واسرائيل معروفه يعني ويمكن مش جديده اذا كنا هنتكلم فيها طبعا. ولكن الوكيل الاسرائيلي اخذ المبلغ، واللي فضح دوت الاعلام البرازيلي الذي تحدث عن ان نص الاعلام البرازيلي على فكره رافض الموضوع ورافض الفكره، ان ما فيش نجوم صف اول في العالم بيختاروا باريس سان جيرمان، بل بالعكس ده يمكن ده كمان هيورط نادي باريس سان جيرمان فيما هو افدح، لان نجوم نادي باريس سان جيرمان حاليا خلينا نقول باللغه المصريه يعني بداوا يضغطوا يلعبوا على الحبلين مع نادي باريس سان جيرمان، اللي هو انت رايح تدفع في صفقه واحده ما يتخطى 800 مليون يورو، فاحنا كمان عايزين تعديل عقد. يعني نجوم زي ماركو فيراتي وماركينيوس وتياجو موتا كل دول طالبين تعديل عقود او البحث عن عقود جديده، ويمكن حتى
ماركو فيراتي قال لهم انا عايز ارحل لبرشلونه وعندي عقد لبرشلونه، فبناء عليه عدلوا له رده وضعفوا له رده، وكل دي هتبقى انفاقات بالملايين بالصفقه بسبب صفقه نيمار التي ارادت تجنيدها. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ معتز الشامي الكاتب الصحفي في جريده الاتحاد الاماراتيه يتحدث الينا من دبي. والحقيقه انا مهتمه جدا مش بالمنطق بتاعنا احنا هنا اللي حولناه لنكته وكام وفلوس، علشان ده جزء من ادوات الحرب. لما بنكلم حضراتكم على النوع ده من الاشياء بتتعاملوا معاها انتوا بجديه، لانكم ظهير حقيقي لدولتكم وبتدوروا وبتحاولوا تعرفوا وبتشكلوا بوصلتكم. لكن الجماعات اياها اهل الشر طول الوقت بيقعدوا ياخدونا للمساحات اللي فيها النكته وتحويلها للسخريه. علشان كده خلوا بالكم، لا البرازيل خارج الدايره ولا فرنسا خارج الدايرة، ولا نادي زي باريس سان جيرمان مش هيبقى عنده جزء من دفع الفاتورة اللي هي مش فلوس، حاجة ليها علاقة بالسمعة وبالقدرة الرياضية. عايز أوريكوا الصفقة دي بمفهوم الأرقام إزاي يعني اشتغلوا عليها، وأرجوكوا وانتوا بتتفرجوا غير ان انتوا مطلوب تضحكوا وتبقوا مبسوطين، تبقوا على يقين ان اللي جاي هيظهر عورات تصل إلى هذه التسمية بالفعل لكل أطراف الصفقة. يعني اللي متخيل إن حتى نيمار خد الفلوس والدنيا عدت، الأيام الجاية هتكشف مستجدات كتيرة جدا، لأن اللي بيصنع الفقيعة مش هيسمح بيها لأنه هيهد المنظومة الرياضية في اللي بعدها، فمش هيبقى مقبول. وما أعتقدش إن برشلونة اللي عنده ميسي ورونالدو هيبقى الدنيا بالنسبة له هتقف على نيمار. يعني رونالدو بتاع ريال مدريد، ميسي بتاع برشلونة، اللعيبة دي مش بسهولة كده الدنيا هتتغير لمجرد فرق العمر ما بين 30 و25 سنة. تعالوا نشوف لعبة الأرقام. كم ستكلف صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان؟ بالأرقام سيكون على النادي الفرنسي دفع الشرط الجزائي بعقد نيمار والبالغ 222 مليون يورو، وسيحصل النجم البرازيلي على 225 مليون يورو كراتب خلال مدة العقد البالغة 5 سنوات، إضافة إلى 50 مليون يورو سيحصل عليها نيمار كمكافأة للتعاقد، ليصبح إجمالي الصفقة 495 مليون يورو. بالنسبة لراتب نيمار، الأرقام تتحدى العقل والمنطق. اللاعب سيتقاضى 225 مليون يورو في 5 سنوات، أي ما يعادل 45 مليون يورو سنويا، و865 مليون يورو أسبوعيا، و123 ألف يورو يوميا. بعبارة أخرى، نيمار سيتقاضى 5149 يورو في الساعة، أي ما يعادل 86 يورو في الدقيقة، أو يورو ونصف عن كل ثانية من السنوات الخمس. طيب خلوني قبل ما اخرج للفاصل اقرأ لكم شوية من التقرير اللي اوردته وكالة رويترز للانباء، وقالت وعلى مسؤوليتها ان الاتحاد الاوروبي بصدد فتح ملف فساد صفقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الاسبق، وانه مش هيبقى اخر ملف من ملفات الفساد اللي بيتم فتحه حول دور قطر. واللي اثبت تقرير مايكل غارسيا المحقق السابق في تحقيقات تنظيم كاس العالم وجود فساد في الموضوع، وقال ان في 3 من المسؤولين التنفيذيين في الفيفا سافروا لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور حفل على متن طائرة خاصة تابعة لاتحاد كرة القدم القطري قبل عملية التصويت، وتم دفع اموال طائلة. تفاصيل كتيرة بالتأكيد ما زالت الصفقة بتنبئ بيها، بس خلوني أخرج للفاصل ونستعد لاستقبال ضيفنا الناقد الرياضي في جريدة اليوم السابع الأستاذ عمر الأيوبي.